ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرض بائع قير الدروغري بمدينة بوزنيقة أول أمس الأربعاء لعملية سرقة هوليودية أمام وكالة بنكية بشارع بئر انزاران بحي الأمل. ونقلت مصادر محلية أن العصابة سلبت من الدروغري مبلغ 40 مليون سنتيم كان قد استخرجها من البنك. وفي التفاصيل أفادت عدة المعطيات أن الضحية وبمجرد عودته إلى سيارته حاملا الأموال باغته أشخاص وسلبوه المبلغ المذكور تحت التهديد بأسلحة بيضاء قبل أن يفروا صوب وجهة مجهولة. هذا وعلم أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية السيارة التي تم استعمالها في تنفيذ عملية السرقة وهي تابعة لإحدى وكالات كراء السيارات بالدار البيضاء.